بمشاكل المواطنين كافه بكافه المجالات، واحد في ادارات قضيه وحدات ومحافظات ووزارات اخرى وتنسيق واستمرار الدول والوزارات، انما تقع على عاتقها هذا التنسيق وفي نفس الوقت تقع على عاتقها متابعه التركيز مع الساده المحافظين 27 محافظه. احنا يمكن يعني يعني فرصه كبيره جدا لما عرفت ان في اول جلسه بعد الاحتفال اليومي بعد الوزاره الجديده، فيمكن ما عندناش لسه برنامج ان شاء الله هنقدمه، لكن احنا نستخدم فرصه ان احنا نتعرف بيكم ونقترب من بعض اكثر، ونبقى نشيل اي حواجز بيننا وبين بعض، يبقى نقدر نفيدكم سواء ساعدتكم في الدكتور اكثر او انا جيت هنا انا اعتقد ان مساحه كبير مفيش اي ناس اي ناس اي ناس اي ناس ودي طبعا ده شيء مش هو يعني بين التفاضل ونعتبره ده واجب وفرض ان احنا لازم نسال كثيرا لان انا اعتبر ان هو سد المال ده هو العين الواقعيه للشعب ليا انا شخصيا يعني نظرة موضوعية يقول أي حدود ونقل نقول سواء في صورة ورق أو في صورة مناقشات فبيقل الصورة الموجودة في الواقع بصورة ثانية. دي أنا يمكن أو السنة المحافظين يمكن أنا شخصيا لو حتى عملت شهادة ومجالات منزلة إن شاء الله في المحافظات كلها برضه مش هشوف إن هو يقدر يشوفه في قواقع عمومية برضه المواطنين بصورة مباشرة وسريعة. يا السيد المحافظ يمكن لو عدى في مركز من المراكز اللي بيمر كل اسبوع بيمر كل فتره برضه ما هواش هيكتب الصوره الكافيه لهذه الصوره من خلال السنه الماضيه. وبالتالي بقى مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نتاخر كثيرا من السنه الماضيه. في اكيد من خالص كويس يعني ده الزام ان احنا نبرز حيوان حاجه واحده او جزء من حاجه واحده. هذا التكليف طبعا ده اساسي بالإضافة إن أنا لما شفت الملفات بتاعت الأنزال اللي أنا شفتها ودرست الملفات فيها لقيت أنا أعتقد إن خلاص فات أول الموضوع ده انتهى لابد إن إحنا ما نبقاش نتلقى بلا شك أي واحد بيشتغل هناك وهو عنده نية الصف اللي هو يقدر يشتغل الموضوع يبقى عنده في عنده دوخ روسي ودي طبيعي هي طبيعي الفشل العربية دوخ روسي فطالما في جمعيات لابد إن إحنا نكمل على الجمعيات في صعوبات كتير جدا لحضرتكم في الفترات اللي فاتت وانما في انجازات تانيه وفي دراسات تانيه في هذا الموضوع فاحنا بنكمل الدراسات دي وانا بحبكم بحضرتك عادي هيكون ليها اثر واضح ان شاء الله لان العمل يعني ان شاء الله هيكون تاثيرها موجود مش بقول بكره ولا بعده لكن انا بقول لكم قريب بعاد هيكون في فعلا اثر واضح في هذا الملف ده الملف يعني شيء مهم جدا. الملف الثاني اللي هو المهتم بالمحافظين ولا بكلمهم بقول ساعات كده الميزانيه عندي ما هياش كافيه للفرنسا. انا بصيت بشكل عام لقيت ان احنا عندنا في كل محافظه فيها موارد. الموارد دي